وللمزيد حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين وتهديدات مسيرة الأعلام ودعوات الفلسطينيين لحماية المسجد الأقصى، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة. أهلا بك معنا سيد عبد الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك سيد عبد الله. يعني بعد أن منعت شرطة الكيان الصهيوني مسيرة الأعلام إثر تهديدات القسام بإعادة كرة سيف القدس، كيف ترى موقف الأحزاب والجماعات الصهيونية المتشددة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أؤكد على نقطة، أن الأحزاب الدينية في دولة الاحتلال تضغط بشكل كبير على الحكومة لاستمرار المسيرة بالشكل والزمن والمكان الذي تريده. عبر عن ذلك رئيس اليمينية الصهيونية بن غفير في تصريحات قال فيها أن التراجع هو استسلام للإرهاب، ويقصد بذلك المقاومة والشعب الفلسطيني بشكل عام. أيضا بن غفير قال أنه لا ينوي الاستسلام، سيمشي في المسيرة يوم الخميس بالرغم من معارضة الحكومة الإسرائيلية لذلك. حكومة دولة الاحتلال تخشى من ردات الفعل الفلسطينية، تخشى عودة المواجهات وعودة الاحتجاجات في القدس المحتلة، لذلك يحاولون تغيير مكان المسيرة، يحاولون تجنب أي فوضى تكون بعيدة عن تشكيل الحكومة، فهو يحتاج إلى الهدوء ويحتاجون إلى جو يسمح لهم بتشكيل الحكومة. المدعي أو رئيس الشرطة في دولة الاحتلال ادعى أن هناك نقص في القوى البشرية لتأمين المسيرة، يحاولون إثارة أسباب لا علاقة لها بإلغاء المسيرة، لكن في حقيقة الأمر هم يخشون التهديدات الفلسطينية التي صدرت خلال الأيام القادمة. نعم، يعني مع هذه الدعوات من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام يوم الخميس، وأيضا في ظل استطلاع الرأي الذي أجرته مجموعة يوغوف والذي كشف كما تعلم عن تراجع شعبية دولة الاحتلال في عموم أوروبا، هل تعتقد أنها محاولة لإثبات القوة برأيك؟ أولا دعني أؤكد على نقطة مهمة جدا في هذا السياق. شعبية دولة الاحتلال تراجعت في أوروبا 14% بسبب سياساتها الإجرامية ضد قطاع غزة والضفة الغربية في الفترة السابقة. هي محاولة أكثر منها لإثبات القوة، هي محاولة امتصاص للغضب الشعبي في بعض دول أوروبا وأمريكا، وخصوصا في ظل الدعوات الأمريكية في الفترة السابقة إلى عدم تأجيج الوضع في المدينة المقدسة. أيضا هي محاولة للسيطرة على المقدسات الإسلامية وفرض واقع جديد، وهذا ما رفضته فصائل المقاومة من خلال تصريحاتها التي صدرت خلال اليومين السابقين. نعم، بالمقابل سيد عبد الله، يعني هل تتوقع ردا جديدا لربما من قبل المقاومة في غزة إذا أقدم المستوطنون بالفعل على اقتحام المسجد الأقصى؟ أخي الكريم، هنا يعني يجب التنويه إلى نقطتين مهمتين. من خلال أو في ضوء الجولة السابقة، المقاومة أثبتت أنها حاضرة وبقوة في جميع القضايا الوطنية التي تخص أرض فلسطين المحتلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قادة المقاومة من خلال بيان الغرف المشتركة وتصريحات السياسية لقادة الفصائل المقاومة أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة الوضع إلى ما قبل 11/5، أي بداية المواجهات بما حدث في القدس المحتلة. لذلك فعلا أنا أتوقع بشكل كبير أن تكون المقاومة حاضرة وبكلمة قوية إذا حاول اليمين الصهيوني العودة إلى الأوضاع لما كانت عليه. نعم، على المستوى الشعبي ومع الدعوات الفلسطينية لشد الرحال للأقصى لحمايته، كيف ترى سيد عبد الله وضع المقدسيين قبل وبعد انتصارات معركة سيف القدس؟ أخي الكريم، يعني كثير من المتابعين يعلمون أن وضع المقدسيين قبل المعركة كان وضع يعني سيء جدا، لكن بعد المعركة أصبح للمقدسيين درع يحميهم من توغل دولة الاحتلال. أصبحوا يشعرون أن هناك جهة تهتم لأمرهم، تدافع عنهم، يعني تجعلهم يشعرون أنهم ليسوا وحدهم في المعركة مع الاحتلال. في مدينة القدس المحتلة لا ينبغي ترك المقدسيين في معركتهم مع الاحتلال حتى لا يتغولوا عليهم. أثبت أو يشعر المقدسيون بشكل كبير أن قضية القدس وحدت الشعب الفلسطيني في ظل حالة الانقسام التي كانت موجودة منذ سنوات طويلة،
لأسباب عدة. برأيي السبب الأهم أو النتيجة الأهم أن الأمة العربية والإسلامية قد اجتمعت على أن قضية القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإسلامية يشارك فيها الجميع بما يستطيع من احتجاجات، دعم مالي، دعم سياسي في كل الاتجاهات. نعم، إذن عبد الله الحمارنا الصحفي الفلسطيني كنت ضيفنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.